رئيس الوزراء إجراءات ثورية بمجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار سبتمبر المقبل. الدكتور مصطفى مدبولي: الاستعانة بتقنيات حديثة لتحديد أماكن سرقة الكهرباء. رئيس الوزراء: أعلن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر ونقيم مدى الحاجة للزيادة مرة أخرى. الدكتور مصطفى مدبولي: سنرسل 34 قانونا لمجلس النواب على رأسها قانون الإجراءات الجنائية. رئيس الوزراء: ندرس استدامة معارض أهل المدارس طوال العام. نائب رئيس الوزراء ينفي رصد أي إصابات بجدر القردة في مصر خلال 2024. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 18 مسجدا في 10 محافظات. الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، والعظمى بالقاهرة 35 درجة مئوية.